وأبدأ رمضة الجزائري مدير العلاقات العملية لشركة أوريدو ليتشارك في العودة لرعاية المنتخب الوطني لكرة القدم كون عقد الراعي الحالي ينتهي عام 2019، غير أن القرار يبقى بيد المسؤول الأول على أوريدو. هو هذا كما قلت لك، سمعت في الندوة الصحفية اللي ينظمها رئيس الاتحادية، قال بأن العقد ينتهي في 2019، ربما يكون نابيل دوفر، يعني يكون نابيل دوفر، وهنا نخلي يعني المسؤولين المؤسسة، يعني سوسوال لي زاكسيونير او المسيرين، المدير العام هو اللي يعلن على ذلك اذا فيه رغبة ام لم تكن فيها رغبة، ان يعني راح تكون فيها دراسة، وهذه هي يعني من صلاحيات الإدارة العامة للمؤسسة، ماهيش من صلاحياتي. شكرا لكم على